يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك من يقول إنه إذا شهد الإنسان بلا إله إلا الله محمد رسول الله أصبح مسلما، ولا ينفي عنه الإسلام كونه يسب صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم أو يؤدي بعض البدع التي تخالف العقيدة، بل يقول حسابه على الله في المسائل المذكورة. هل هذا القول صحيح؟ يا أخي، إذا شهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وجب الكف عنه وقبول إسلامه، فإذا ظهر منه ناقض من نواقض الإسلام حكم عليه بالردة، حكم عليه بالردة فيستتاب، فإن تاب وإلا قتل. ومسبة الصحابة خطرها عظيم، إن كان يسبهم لأنهم نشروا الإسلام وجاهدوا وصحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم هذا كفر ورد، أما إن كان يبغضهم لأشخاصهم أو لما هو دون ذلك هذه كبيرة من كبائر الذنوب ويخشى عليه من الرد. فلا بد من محبة الصحابة وتعظيم الصحابة رضي الله عنهم، لأن الله رضي عنهم وأرضاهم، والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم وقال لا تسبوا أصحابي. مسبة الصحابة أو أحد منهم فيها خطر عظيم على دين المسلم. كيف تسب الصحابة؟ لماذا؟ ما هو السبب لك تسب الصحابة من أجل؟ ألا توقر من وقرهم الله ورسوله؟ فضلهم الله ورسوله؟ ما يسب الصحابة من في قلبه إيمان أبدا، ما يسبهم إلا من هو منافق أو عدو للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن من عاد الصحابة فقد عاد الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم.